مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث العراقي السيد حسين السبعاوي. اهلا بك السيد حسين. بدايه، زياده في مخصصات ميليشيا الحشد وقرار بدمجهم في المؤسسه العسكريه، الى اي مدى ترى ان ايران تقف وراء توفيق اوضاع هذه الميليشيات في العراق؟ تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. ايران داخله وصاحبه نفوذ، اقوى نفوذ دوله في المنطقه في الساحه العراقيه. هي لها نفوذ في المؤسسة العسكرية وفي الدور السياسي وفي جميع مؤسسات الدولة، صاحبة النفوذ الأقوى في العراق. بالنسبة فيما يخص الحشد، أعتقد أنه دمجه في المؤسسة العسكرية لوزارة الدفاع هو أمر، هذا يعني سلاح ذو حدين، ممكن أن يكون إيجابي وانصهارهم داخل المؤسسة العسكرية وتبنيهم العقيدة العسكرية لوزارة الدفاع، وممكن أن يكون سلبي أيضا باعتبار أنه إذا دخلوا على شكل كتل متكاملة هذا سيؤدي الوزارة نفسها. ولهذا السبب هو هذا القرار سلاح ذو حدين، كيف، لمن سيكون الغلبة، لمن سيكون الدور؟ إذا كان الدور لوزارة الدفاع في صهر هؤلاء فهو قرار إيجابي من حيث المبدأ، ولكن إذا كان أنه القرار على العكس، يدخلون على شكل ألوية وفيالق وفرق متكاملة ويقودهم، كيف يمكن أن نعلم ما هي الطريقة الصحيحة التي ستطبق، إن كانت طريقة انصهارهم بالجهاز الأمني أو بأنهم يظلون تحت قيادة زعماء الميليشيات الموجودين حاليا؟ وأعتقد قانون وزارة الدفاع لا يسمح بوجود محمم يقود الجيش، هذا لا يمكن. يعني وزارة الدفاع العراقية لا تسمح بهذا، قوانينها لا تسمح. احنا امام يعني تحدي كبير جدا. وزارة الدفاع لا تسمح بمعمم ان يقود لا لواء ولا فوج ولا فرقة، وهؤلاء اغلب قادتهم من المعممين، وهذه والمعممين لا يريدون ان يفقد امتيازاتهم بانصهار الحشد داخل وزارة الدفاع. وايران ايضا لا يخدمها انصهار الحشد داخل وزارة الدفاع وتكون قراراتهم من المؤسسة العسكرية نفسها، وهو هنا التحدي. نعم. هذا ما قاله قيس الخزعلي، قال بأنه حتى وإن يعني دخلوا لن يقادوا إلا من خلال تعليماتنا، يعني بمعنى آخر أنه لا يجب أن يقاد الحشد الشعبي إلا من داخل الحشد الشعبي، قيادات من الحشد هي التي تقول هذه المجاميع. وبالتالي هل هذه ربما إشارة إلى أنه مستقبلا إن دخلت هذه الميليشيات إلى القوات الرسمية ستبقى القيادة والتبعية للقوات إلى قيادات الميليشيات بشكل عام؟ طبعا بداية ما يقول السيد قيس الخزعلي بأنه ستبقى قياداتهم هي التي تقود الحشد، السؤال هنا إذن لماذا رشحت إلى الانتخابات واعتبرت نفسكم مستقلين من الحشد وقدمتم استقالات؟ هذه نقطة مهمة بما يخص الانتخابات. يعني أغلب هؤلاء أنهم تخلوا عن مناصبهم العسكرية ومواقعهم القيادية العسكرية ورشحوا الانتخابات وفق قانون المفوضية العليا، هذا واحد. فيما يخص سؤالك أنه للعراق هناك نفوذين، النفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني. حقيقة نعم، النفوذ الإيراني هو بالموافقة الأمريكية. أعتقد مشروع الأمريكي للعراق هو يريد انصهار الحشد داخل المؤسسة العسكرية، ومشروع إيران لا يريد ذلك، فستكون الغلبة لمن؟ أما العراقيين حقيقة نحن مسلوبي الإرادة، لا نمتلك القرارات ذات السيادة، قرارات مستقلة بإرادتنا الخاصة، لولا فالتأثير الخارجي هو الذي سيطغى على مثل هذه القرارات. أنا أعتقد ما زال لحد الآن الحشد الشعبي انصهاره في مؤسسة وزارة الدفاع صعب جدا وتحدي كبير على السيد العبادي. طيب، أبو مهدي المهندس نائب زعيم هيئة الحشد الشعبي يقول بأنه لولا إيران لسقطت بغداد، لسقطت الحكومة في بغداد. هذا المديح في هذا التوقيت تحديدا على ماذا يدل تحديدا؟ هذا يدل على النفوذ الإيراني داخل العراق، ولكن هو هذا كلام ليس صحيحا. أنه عندما دخل داعش إلى المدن كان انسحابا للجيش، وهناك من يتهم هذا الانسحاب بأنه مفبرك ومرتب، هذا واحد. ثانيا، تشكلت قوة تحالف، وندرك في أين تشكلت، لم تتشكل في إيران بل تشكلت في المملكة العربية السعودية، التحالف تشكل في المملكة العربية السعودية في بداية تشكيله، ودخلت الولايات المتحدة مع قوات التحالف لمواجهة تنظيم داعش، ولم تكن في بداية التحالف لم يكن لدورا لإيران فيه، وحتى المملكة العربية السعودية اعترضت على مشاركة إيران في هذا التحالف. ولكن هذا الحال، وهناك من يريد أن يغير الحقائق
نعم إيران لها نفوذ وتتدخلت كثيرا في الساحة العراقية، ولكن في قضية التحالف لم يكن لها دورا، فكان التحالف هو صاحب الدور الأول، وإيران بذلت جهدا كبيرا لكي تكون جزءا من هذا التحالف، تخشى أن يكون التحالف غالبيته عربيا وتفقد نفوذها فيه. أخيرا علي خامنئي يقول بأنه الوجود الإيراني في العراق هو شأن إيراني، ما دلالات هذا التصريح؟ هو عادة تصريحات الخامنئي ومستشاريه بأنه يعتبرون العراق تابعا لولايتهم، وهذا تصريحات متكررة كثيرا، لكن ما يصفنا أن الحكومة العراقية يحتاج أن يكون منها ردا على هذه التصريحات، لأنه كدولة وتدعي أنها ذات سيادة وصاحبة قرارها المستقل وإرادتها المستقلة، عليها أن ترد مثل هذه التصريحات المستفزة. مستشارين من خامنئي أيضا صرحوا مثل هذه التصريحات ولم نجد أي ردا من الحكومة العراقية، وصرحوا أيضا مثل هذه التصريحات في قضية الانتخابات العراقية ولم نجد أي ردا من قبل الحكومة العراقية، وهذا يدل على نفوذ إيران القوي في الساحة العراقية. السيد حسين السبعاوي الباحث العراقي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.